عندي فكرة بتكسر الدنيا، راح نقبر الفقر. فكرة شو؟ هلكنا بأفكارك. لهالمرة الفكرة غير شكل، راح أعمل مشروع مميز ما حدا عمله من قبل. يا حبيبي شفنا مشاريعك زمان، بس أفكار وما طلع منك شيء. أخي راح أمشي معك للآخر، عندي أفكار وبدي طريقة طبقهم على أرض الواقع. اللي كيف؟ طيب بنصحك وما راح تندم بإذن الله. تفضل. اختراع العجلة من الصفر شيء صعب كتير. إذا عندك فكرة مشروع دور مين عاملها، وأكيد راح تلاقي مثله بالضبط أو شيء مشابه. لا لا، فكرتي ما حدا سبقني عليها. ممكن فكرتك مميزة لكن أكيد في مثلها أو مشابه بنسب متفاوتة، وهالشي مو غلط. مشان ما تصرف كتير على أفكار المشاريع، دخل حاضنة أعمال تختصر عليك كتير جهد ومال ووقت، والخبرات اللي بتقدم لك ياهم ما راح تحصلها بمكان تاني. أي وشو هي حاضنة الأعمال؟ هي مؤسسة غير ربحية، مهمتها دعم رواد الأعمال والمشاريع، وبتخليهم يدخلوا سوق العمل بشكل صحيح ومدروس، وبتحطهم على أول الطريق. وبلكي أخذوا لي الفكرة. يا حبيبي الأفكار كتير، الشاطر اللي بينفذ الفكرة بطريقة صح ومميزة وبيحقق أرقام على أرض الواقع. وكم بياخدوا مني؟ قلت لك غير ربحية يعني مجاني، إذا ببلاش أنا جاهز، بس بدك تلتزم وتشيل مخك القديم وتفتح صفحة جديدة حتى تستفيد وتتطور. طيب شو لازم أعمل؟ دخل الرابط وسجل بياناتك كاملة والفكرة الأساسية للمشروع، وعلى أساس المعايير اللي عندهم بيختاروا، وبعدها بتدخل بفترة تدريبات عامة واحتضان برافقك بالمشروع مرشد أعمال مخصص يكون معك خطوة بخطوة وانت بتبني مشروعك، حتى توصل للمسابقة النهائية، وفيها ممكن تحصل على جوائز عينية ونقدية، وممكن تحصل على استثمار وتطلق مشروعك بكل احترافية.